السلام عليكم. الصاروخ الصيني اللي خرج عن السيطرة وقعد يلف حوالين كل الأرضية وعمل ضجة كبيرة جدا، والناس كلها بقت قاعدة تتابع ايه اللي هيحصل مع الصاروخ الصيني. في ناس كتير جدا كانوا مهتمين بالموضوع وعملوا عنه فيديوهات كتيرة، ولكن في فيديو من ضمن الفيديوهات بتاع سقوط الصاروخ الصيني. في ناس بتجيب فيديوهات قديمة جدا من حاجات قديمة جدا وتعرضها على ان هو ده سقوط الصاروخ الصيني. من ضمن الفيديوهات دي الفيديو اللي انا بعرضه دلوقتي، ده فيديو اخر ملوش اي علاقه بالصاروخ الصيني. دي محاوله اطلاق من وكاله ناسا لصاروخ، والصاروخ ده خرج من المدار من القاعده بتاعته ولم يتمكن من الخروج من المجال الجوي يعني، وانفجر وسقط. ففي ناس بياخدوا الجزء بتاع سقوط الصاروخ دوت او انفجاره ويعرضوها على ان هي دي سقوط الصاروخ الصيني، فده ملوش اي علاقه بده خالص. الصاروخ الصيني وقع بشكل معين بطريقه معينه، ملوش علاقه جدا بالفيديو اللي فيه قنوات بتعرضه على ان هو دوت الصاروخ الصيني. فده حاجه وده حاجه تانية خالص، ده موضوع منتهي، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. على العموم الصين بتطلع صواريخ تانية، وطلعت في الوقت الحالي صاروخ مأهول للفضاء. هي بتسعى لانشاء محطه فضائيه تبقى خاصة بيها جدا، ملهاش أي علاقة بالولايات المتحدة أو بالوكالة أو بالمحطة الدولية، لأن في محطة دولية مشترك فيها كذا دولة من ضمنها الصين. ولكن يعني تقدر تقول الغرب بيزنق على الصين شوية، فالصين عايزة يبقى عندها استقلالية بقمر صناعي أو محطة فضائية خاصة تقدر تتصرف فيها منفردة. طبعا ده بيفتح المجال إن هي ممكن تبقى المحطة دي ليها أغراض سرية أو أغراض غير معلنة، لأن لما بتنفرد دولة واحدة حاجه في الفضاء انت بقيه الدول ما تقدرش تعرف ايه اللي فيها، انما لما تبقى محطه دوليه فيها كذا دوله بتبقى في الغالب للابحاث للدراسه. ولكن لما دوله تبقى مسيطره منفرده على محطه في الفضاء بقيه الدول بتتخوف من دوت، ان ممكن الدوله دي يبقى فيها اغراض عسكريه خارج نطاق السيطره عن الدول الثانيه، فممكن يعني يكون ليهم يد في تعطيل أنظمة إلكترونية وهم بيطلقوا صواريخ، فالصواريخ تتوه، تعطيل، مشاكل كتير. وإحنا شفنا في الفترة اللي فاتت في القواعد النووية اللي موجودة في إيران بيحصل فيها مشاكل غير عادية، وفي مشاكل تقنية وبيبقى فيها تحكم عن بعد وعمليات تخريب عن بعد، ففي إمكانيات ضخمة جدا مفيش حد عنده علم بيها أو يعرف رايحة فين وجاية منين غير الناس أو الدول الضخمة اللي بتعرف تتصرف فيها. فعلى العموم الفيديو بتاع الصاروخ اللي بيعرض دوت ملوش اي علاقه بالفيديو بتاع الصين اللي سقط، ده فيديو اخر من وكاله ناسا خرج وانفجر وقع وملوش اي علاقه بالموضوع. ادي كل الفيديو، شكرا.